لا أريد حديثا في غير شأن العراق، فلا يشغلني شاغل غيره، ولهذا جمعتكم. فإن العراق قد قضر ماؤه، وكثرت غوغاؤه، وعظم خضبه، وعصر إخماد نيرانه، فهل من ممهد للعراق بسيف قاطع وعقل جامع وقلب ذكي، فيخمد نيرانه وينتصر لمظلومه، فتصفو البلاد وتأمن العباد؟ يا أمير المؤمنين، أنا للعراق. أنزل يدك يا حجاج، ما لي أرى الرؤوس مطرقة والألسن معتقلة. يا مولاي، إني للعراق وقاهر الفساق ومطفئ نار النفاق. لا أراك لها يا حجاج، بل إني قاسم الظلمة ومعدن الحكمة وآفة الكفر والتوبة. لست لهذا يا حجاج، فأنزل يدك. من للعراق؟ من للعراق؟ أنا للعراق. أردتك آخر المتكلمين يا حجاج، وقد سألت ثلاث فما نطق أحد بالتلبية غيرك. أظنك صاحبها يا حجاج، ولكل شيء آية وعلامة، فما آيتك وعلامتك؟ العقوبة والعفو، والإقتدار والبسط، والإدناء والإبعاد، والجفاء والبر والوفاء، والتأهب والحزم، والحيطة والعزم، وخوض غمرات الحروب. ومن نازعني قطعته، ومن خالفني قسمته، ومن جادلني نزعته، ومن دنا مني أكرمته، ومن طلب الأمانة أعطيته، ومن سعى للطاعة بجلته. هذه آياتي وعلامتي.